أمير المؤمنين عليا ولي الله. ملحمة عاشوراء هي إحياء للدين الإسلامي وتوضيح لحقيقة الإيمان وإحقاق الحق وإبطال الباطل. قبل واقعة كربلاء كان الحكام قد قاموا بمظاهر تظاهروا معها بالحق بشكل اختلط فيه الحق والباطل بصورة تامة، ولم يكن بالإمكان التمييز بينهما. وكم من مرة صور فيها الحق باطلاً والباطل على أنه الحق. لذا فإن الإمام الحسين عليه السلام بعمله هذا قد أوضح الحق وفضح الباطل. سقط السيف ولم تسقط يداك، فيد القدرة لاحت في سماك. أرست الأرض بما تحمله تمتمات من تلاوات ظماك، وكتاب الله مفجوعا بدا ماسحا جرحك إذ قبل فاك. ورسالات السماء التي غفت بمساماتك سالت بدماك، ها أنا ذرة رمل في هواك. أنشق العزة من طيب ثراك، أتشظى وجعا يحملني لحدود لا مدى حيث لقاك. مبحراً بالجرح إن لم أرني أخرج القلب وفي القلب. واقعة الطاف لم تكن معركة، ولا كانت مصير أمة، إنما كانت تقديراً عظيماً لإنقاذ عباد الله في زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، المروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام يخاطب الله عز وجل ويتحدث عن جده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقول: وبذل إلهي الإمام الحسين جدي بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. أولاً، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أرخص دمه الغالي، أثمن شيء هو دم الحسين عليه الصلاة والسلام. أرخص هذا الشيء الثمين لأجل ماذا؟ لأجل الدفاع عن الدين؟ لا، بل أعلى. في سبيل الله؟ لا، بل أعلى. بذل مهجته في الله، هذه درجة أعلى من درجة في سبيل الله. وبذل مهجته فيك يا الله، لماذا؟ ليستنقذ. قضية نجاة البشرية، قضية إنقاذ عباد الله، ليست قضية مصير أمة. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. إذن يوم عاشوراء ومعركة الطف كانت يوما واحدا أو أقل من يوم، ولكن كانت تزن كل البشر. يا حسين الدموع اللي على
قبرك ثورة وما حملها مجان بس صدرك أمانة ودعت يا حسين من صبرك بعيون العقيلة وردت تخبرك بصبور ذيك الوصية انكسار جنحي من حرقاها الخيامة صارت خيمة خيمة ليتامة الدموع الدموع الزينبية. يعني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه رأى بأن خروج إلى كربلاء ضروري للحفاظ على الدين، يعني لولا أن الإمام الحسين سلام الله عليه ذهب إلى كربلاء وقدم ما قدم لم يكن يبقى من الإسلام اسم ولا رسم، لأنه يزيد بن معاوية وكذلك بني أمية كانوا يحاولون ضرب هذا الدين بكل ما يستطيعون، يعني من ناحية الأخلاقيات أبعدوها عن الناس، الأحكام الشرعية بدلوها، وبدأوا في هذا الأمر يعني من بعد طبعا وفاة النبي واستشهاد النبي صلى الله عليه وآله، ووصل الأمر إلى يزيد بن معاوية اللي بصورة واضحة جدا كان يضرب الدين الإسلامي. فوجد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن خروج إلى كربلاء ضروري لحفظ الدين. كان أبو الفضل العباس عليه السلام جامع الفضل والمثل الأعلى للعبقرية، فقد كان يستفيد من إشراقات تلك المآثر من شمس فلك الإمامة حسين العلم والبأس والصلاح، فكان هو وأخوه الشهيد عليه السلام من مصادق قوله تعالى في التأويل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أبو الفاضل عليه السلام لم يكن ذلك الشجاع الاستثنائي الذي لم يعرف التاريخ مثله إلا النادر أو الأندر من النادر، كانت شجاعته استثنائية، ولكن أبو الفاضل أعظم من هذه الشجاعة. أبو الفاضل عليه السلام لا تحصره كلمة الإباء بما تتضمن من عظمة. كيف وهو أبو الفضل أبو الفضل يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. كل هذه الفضائل العظيمة الاستثنائية التي لا نجدها في غيره، فضائل عظيمة، ولكن أبو الفضل أعظم من ذلك. أبو الفضل ذلك الفقيه، عندما نقول فقيه، فقيه في مصاف أبناء الأئمة، لا فقيه في مصاف الفقهاء العظام، لا، أبناء الأئمة تجاوزوا هذه المراحل بكثير، وأبو الفضل في أبناء الأئمة هو الفقيه. وأعظم من ذلك، أنا أتصور أن هذا البيت من الشعر الذي قاله أبو الفاضل عليه السلام في ذلك الموقف الأصعب في ساعاته الأخيرة في دقائقه الأخيرة من حياته، هذا البيت يكشف بعدا كبيرا من عظمة أبو الفاضل. يقول: إني
أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين. بعد مهم من أبعاد عظمة أبي الفاضل أن عينه كانت على الدين، أن كل هدفه في حياته كان الدفاع عن إمام زمانه. هذه عظمة أبي الفاضل. ولذلك الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أعطاه قيمة كبرى بهذه الكلمة المروية عنه، وبكلمات أخرى الكلمة المروية عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: الآن انكسر ظهري، كلمة جدا كبيرة يقولها إمام وهو خامس أصحاب الكساء الخمسة الطيبة التي من أنوارهم خلق الله عز وجل كل شيء. هذا يقول هذه الكلمة. كلمة أخرى أيضا تروى عنه عن الإمام عليه الصلاة والسلام جدا كبيرة: سمعتم من الخطباء أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قال له: اركب بنفسي أنت. الباء باء التفدية، يعني فداؤك يا أبا الفضل نفسي. أنا لا أعرف حدود هذه الكلمة، ماذا تتضمن هذه الكلمة، ولكنها تكشف عن بعد كبير جدا بين حجة الله على الخلائق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وبين أخيه ذلك العبقري العظيم أبي الفاضل عليه السلام. وكان ثم مخاض الأرض مثقلة تلقي بما حملت مقطوعة الرحم حتى أجابت فأعيت كل مفتكر باسم الحسين جيوش العز والكرم، وأقسمت أن ترى الأسياف مغمدة بصدر كل بغي الأصل مغتنم. قوم لتثبيت ركن الدين لا فرقا قاموا، ولكن لحفظ الأمن في الحرم. فليستزل زلال الماء أفئدة على الخنوع تفادى جفوة الشبم، ولتبقى أعراق وادي الطف يابسة فإن ساقي البرايا فيه غيل ظمي. حران ما بل من ماء الفرات فمن، ولا الفرات سعى ماض للثم فمي. لهفي لأحشاء محروم قضى عطشا صونا من الذل والحرمان للأمم. كان ملتزم صلوات الله وسلامه عليه في طبعا ما يأمره به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا لعله من أعظم الأمور، يعني في القضايا المهمة على الإنسان أن لا يتصرف من نفسه، وعليه أن يرجع إلى من هو ولي أمره. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو إمام زمانه، إمام زمانه بالنسبة إلى أبي الفضل العباس. ولذلك أبي الفضل العباس ما كان يصنع شيء إلا بأمر الإمام الحسين، حتى حينما جاء الشمر بن ذي الجوشن وأراد أن يأتي بكتاب أمان إلى أبي الفضل العباس وإلى إخوته، أبي الفضل العباس ما أجابهم إلى أن قال له الإمام الحسين بأنه أجبه وإن كان فاسقا، يعني جاوب على كل، فأجابه بعد ذلك. في كلما أراد أبي الفضل العباس طبعا يرى هذه الأحداث أمامه من مصائب، ويقول للإمام الحسين: لقد ضاق صدري، إذن لي بالقتال، كما في بعض الأخبار. فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول له: شنو، اذهب وأحضر الماء لهؤلاء الأطفال.
فيذهب ابن الفضل العباس لإحضار الماء ولا يقاتل، يعني هو يشتاق إلى القتال ولكن أمر الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم حينما ينزل إلى الماء أبقى موقف عظيم. الحين البعض لعله يقول ليش أبو الفضل العباس مثلا ما شرب شوي من الماء وكان يتقوى وبعد ذلك يقاتل القوم؟ طبعا على كل، إذا كان يشرب أبو الفضل العباس ويقتل مثلا مجموعة من الناس، ولكن ما كانت تبقى هذه المواقف العظيمة حينما يدخل إلى المشرعة ويرفع شيء من الماء إلى فمه ثم يرمي بالماء على الماء ويقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، يعني ما دام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عطشان أنا لا أشرب الماء، إذا إمام زماني عطشان أنا ليش أشرب الماء؟ الحين البعض يقول لأنه لو كان مثلا يشرب شوية من الماء وبعدين كان يقاتل، لا هذا ما مو موقف، الموقف بقي لأنه لم يشرب الماء وآثر على كل. فهذه مواقف لأبي الفضل العباس، يعني الالتزام هو الالتزام بأوامر إمام زمانه، هذا هو المهم جدا في حادثة كربلاء. أشوف القاع فاضت والتراب عيون ويطيح الشجر يم الحجر ينحب خيمة مكترة وحارس عليها يدور ليش وليش يصبح حارس الينهب واسمع صوت زينب اسمع صوت زينب وانشمر معصار يا عباس ويلك وينك والحرس عدوان والانت اخوها شلون شلون تتسلى. شهدت السيدة زينب عليها السلام كربلاء بكل مآسيها، حيث قتل أبناؤها وإخوتها وأقمار بني هاشم أمام عينيها، ولكنها بقيت صابرة محتسبة عند الله ما جرى، ويبرز دورها سلام الله عليها في رعايتها للنساء وللأطفال بعد طفّ كربلاء. هذا المقام الكبير أن يكون الإنسان يصل إلى درجة يتحمل علما من لدن الله عز وجل، وعلمناه من لدنا علما، علم من غير معلم، مقام جليل عظيم ما حواه إلا الأندر من النادر من أولياء الله عز وجل. والإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الشريف خاطب عمته العظيمة قال لها أنت بحمد الله عالم غير معلمة. ثم سمعتم حتما في كتاب الاحتجاج الخطبة واردة، في غير ذلك المصدر أيضا في مصادر أخرى الخطبة واردة، السيدة زينب سلام الله عليها وهي من الناحية الظاهرية أسيرة بيد أولئك الأعداء النواصب، وفي ذلك الظرف الصعب الأعداء أحاطوا به أهل البيت، أهل بيت الحسين عليهم الصلاة والسلام، بإشارة واحدة أشارت إلى الناس أن أنصتوا،
فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. ارتدت الأنفاس، فسره بأي تفسير؟ الناس كأن على رؤوسهم الطير سكتوا، ولكن سكنت الأجراس كيف يمكن أن يحققه الإنسان؟ الأجراس معلقة برقاب الحيوانات، الحيوان يحرك رأسه بإشارة واحدة، تصرفت تصرفا تكوينيا ليس فقط في الناس حتى في الحيوانات. الحيوانات أيضا أصبحت كأن على رؤوسها الطير، لا تتحرك. أي قدرة هذه؟ ذلك علمها، عالم غير معلم، علم من لدن الله عز وجل، وهذه قدرتها. بإشارة واحدة تتصرف هكذا تصرف في الناس بل حتى الحيوانات. ألا تكون هذه السيدة الجليلة جديرة بأن تحمل أثقال تلك القضية الكبيرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى أول ما قدر، وهي قضية عاشوراء؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهو عين الله يعرف كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كان ينظر إلى السيدة زينب بهذه النظرة وبأعظم مما تتخيلها العقول. ويمم في بلاد الشام مثوى عقيلتهم وخر على ثراها، وفي أعتابها عفر جبينا، ترى الأملاك عفرت الجباها. أطل منك المكوث وقل سلام من المولى عليك ونل جداها، وخذ إذن الدخول إلى مقام حباه الله مكرمة وجاها. فذي الحورى مليكة كل فضل، فذي الحورى مليكة كل فضل، وبنت الوحي والله اصطفاها. بها قد قام للإسلام صرح، ولولاها ترى الإسلام تاها. الإنسان لا يمكن أن يبان جوهره إلا في الشدائد، يعني أنت ما تقدر تعرف معدن الإنسان وجوهر الإنسان وعظمة الإنسان إلا في الابتلاءات والشدائد والامتحانات والاختبارات التي تجري عليه، بعد ذلك تستطيع أن تعرف معدن هذا الإنسان. السيدة زينب سلام الله عليها من طبعا عدة واجبات كان عندها في كربلاء، أولا الحفظ على معنويات من معها بعد مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك إخوتها وأبناء عمومتها والأصحاب. طبعا لعله النساء كانوا ينهارون في مثل هذا الوضع، ولكن هي أعطت دافع وحافظت على معنوياتهم، يعني في بادئ الأمر ذهبت إلى جسد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والكثير لعله كان يعتقد بأنها سوف تنهار عند جسد الحسين، ولكن وضعت يدها تحت الجسد المبارك وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا موقف جدا عظيم، هذا الموقف يعطي معنويات لمن بقي من آل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حينما ذهبوا إلى مجلس عبيد الله بن زياد وقفت وبكل جرأة دافعت عن مبادئها، مبادئ الإمام الحسين، ودافعت عن الإمام زين العابدين اللي هو إمام زمانها في ذلك اليوم، ووقفت بقوة أمام يزيد بن معاوية بعد ذلك. وفي خطبتها بيّنت بأنه هذا الأمر لن يفنى، ووقفت أمام يزيد بكل قوة، فكد كيدك واسع سعيك فوالله لا تميت وحينا. فهذه الكلمات
من السيدة زينب كانت عظيمة، حتى أولا تعطي القوة لمن بقي من أهل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبالفعل حافظت على معنوياته. جيتك روحي هامت بيك صياط الهم تلوح ذليل الشكوى يا مولاي إذا مو أنت تسمعها. حسين مد جفوفي واستجديك ردت شكواي ترفعها، اللي يمد لك إيده يتنخاك ما ظنك ما ظنك ترجع. الكلمات تعجز عن وصف مأساة الشهيدة السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام، التي تحولت إلى صوت آخر للحسين عليه السلام، فهي دم آخر للحسين عليه السلام وديمومته. طفلة لأهل البيت كانت كالحسين عليه السلام في مظلوميتها، حبها لأبيها الحسين وتعلقها به يذكرنا بحب سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها بأبيها، بكاؤها مظلوميتها، رحيلها إلى الرفيق الأعلى، كل شيء يذكرنا بأمها الزهراء صلوات الله عليها. السيدة رقية سلام الله عليها كانت تحمل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما كبيرا من العواطف، لعل العبارة التي أريد أن أقولها غير دقيقة، ولكن أريد أن أعبر عن شيء. أقول كانت تملأ فراغاً عاطفياً كبيراً في قلب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، خصوصاً وأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إمام أعطاه الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل العلوم كانت مجموعة عنده. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينظر إلى آخر الدنيا، بل ينظر إلى القيامة، بل ينظر إلى الجنة. الحواجز والحجب الموجودة أمام عيوننا ما كانت موجودة أمام عيون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام الحسين كان يعرف مصير ابنته السيدة رقية، وهذا كان يزيده عطفا حنانا، كان يزيده مكانة للسيدة رقية في قلبه صلوات الله وسلامه عليهما. كان يعرف أن هذه السيدة ماذا سيجري عليها من بعده، وكان يعرف أن هذه السيدة التي كانت في الثالثة أو الرابعة من عمرها الشريف ماذا ستحوز من العظمة في التاريخ. على مر القرون السيدة رقية التي جلست في عرش معاوية عظيمة، لا نجد لمعاوية أثرا ولا لقبره منظرا، والسيدة رقية في عاصمة معاوية وفي عاصمة بني أمية عرش عظيم لها. الإمام الحسين كان ينظر وكان يعرف هذه هي مكانة السيدة رقية في قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي نظرته. حرم الله الانتحار، ولولا حرم الله
كان قطع الرقاب. هلعا فازعين فعل ثكالى في البراري من بعد حرق الحجاب. واصرخوا يا حسين يرحم صوت كان لب الحسين بالتنحاب. والطموا الخد والدماء أسيلوا إن خد الحسين فوق التراب. واكشفوا وجه كل ذات نقاب زينب أبديت بغير نقاب. وابذلوا في المصاب كل عظيم ثم لم تبلغوا عظيم المصاب. السيدة رقية طبعا هي الطفلة الصغيرة التي كانت متعلقة بأبيها، وعادة احنا يعني نشوف البنات الصغار يتعلقون بالأب تعلق كبير، وإذا أراد الأب أن يخرج مثلا من الدار تشوف بأنه هذه الطفلة تكون لعله آخر من تودع أباها، أو حينما يأتي الأب أول من تستقبل الأب، يعني أكو علاقة مهما يكون. فهذه الطفلة المتعلقة بأبيها طبعا بقيت بعد حادثة كربلاء، وجرى عليها الكثير من المصائب. ذاكرين البعض من المؤرخين إلى أن جاءت إلى الخربة ورأت أباها في المنام، وبعد ذلك استيقظت وطلبت أن ترى الإمام الحسين سلام الله عليه. عند ذلك بعث يزيد بن معاوية برأس الحسين إليها، واستشهدت وماتت على رأس الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني هذه العلاقة حتى يعني مهما يكون الإنسان في بعض المصائب يحق له أن يموت إذا رأى مثل هذه المصائب. الإمام أمير المؤمنين لما هجموا على بعض البلاد الإسلامية البعض وانتهكوا الحرمات، كان يقول الإمام بأنه يعني بهذا المعنى يحق للمرء أن يموت في مثل هذه المواضع حينما يرى انتهاك الحرمات ويرى هذا القتل وما شابه ذلك. فكيف إذا كان الشهيد هو الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه الطفلة الصغيرة الطفلة رقية سلام الله عليها. ولذلك ما تحملت فراق الأب وماتت على رأس أبيها في الخلف. اعتنيتك يوم أخذني الدهر عناي وقاصد قبتك يا حسين عناي حاشة تقصر انت بيوم عني انا برجواك دنيا دنيا واخريه.